شجرة الصبار كما يعلم الجميع على أنها شجرة تتحمل الجفاف، تتحمل قلة التساقطات المطرية، ونظرا لقلة التساقطات المطرية شح الكلى، إصابة الآبار والفرشة المائية تقلص، اختفاء عدة عيون. الحل الذي ارتأوا عدة خبراء في هذا الإطار هو نشر غرس شجرة الصبار، لأنها ستغطي أراضي تمنعها من التصحر، تحافظ على العديد من الكائنات كالأرانب، الحجل، عدة طيور متنوعة، وبالطبع فيها أيضا فائدة اقتصادية واجتماعية مهمة للغاية، بحيث أن شجرة الصبار كما يعلم الجميع وبفضل تدخل فاعلين جمعويين في إقليم تيزنيت وفي أقاليم سراغنا، قلعة سراغنا، وفي أقاليم عديدة، فعلا تم تثمين هذه الشجرة بحيث أصبح عليها الطلب كثير، وذلك بخلق طلب من طرف هذه التعاونيات وهذه الجمعيات، سواء على صعيد الثمرة أو على تصنيع تلك الثمرة، بحيث يتم استخراج زيوت مهمة جدا طبيا، أثبت العلم على أنها فعلا صحية للغاية. زيادة على هذه الزيوت، إذا كنا نستخرج مئات اللترات من الزيوت، ففي المقابل نستخرج عشرات الأطنان من العلف للماشية وعلى رأسها الجمال والغنم والبقر بصفة عامة. وهذه المواد الكلى أو مواد العلف مستخرجة من الصبار لها فوائد كثيرة، بحيث جربت على البقر فزادت نسبة الحليب، أما بالنسبة للجمال فهذا شيء معروف أنها مغذية للجمال، سواء أعطيت كنبتة بشكل مباشر أو تم تصنيعها بخلطها مع التبن ومع النخالة مع مواد أخرى وبقايا التي بعد استخراج الزيوت. كل هذه تعطينا علف مهم للغاية. إذا نحن نرى أن قلميم منطقة تتقلص فيها التساقطات المطرية سنة بعد سنة، أن الحل هو نشر هذه الشجرة الطيبة التي تعطي ثمار مغذية للغاية، وأيضا تفيد أصحاب الماشية على تربية المواشي بتكلفة أقل، خاصة لما قلنا بأنه يستخرج علف جيد للغاية من هذه النبتة. بالطبع الأهداف البيئية فهي لا حصر لها، أولا محاربة التصحر، ثانيا هي ملجأ للعديد من الطيور على رأسها الحجل، الحمام، البومة، عديد من الثعابين، عديد من الثعالب، عديد من الأرانب. وفعلا إذا رأينا مثلا منطقة راستاف التي فيها مناطق شاسعة مغروسة بهذه النبتة، فهي ملجأ للعديد من المخلوقات من الطيور ومن الحيوانات، وهذا بالطبع مفيد للغاية، بالإضافة إلى أنها تعيد الأكسجين إلى الهواء. فكلما وأيضا كلما غرسنا عدد من المساحات كبيرة من هذه النبتة إلا وكانت النتائج جد مهمة بيئيا واقتصاديا وبالطبع اجتماعيا، لأنها تمكن بالإضافة على فائدتها البيئية من خلق عديد من المشاريع المدرة للدخل، خاصة لما تم الآن اكتشاف أنواع من الصبار موسى وعيسى، واحد يعطي في شهر 7 وشهر 8 والآخر يعطي في شهر من شهر 9 إلى شهر يناير، معناه تقريبا 5 أشهر أو 6 أشهر من الإنتاج للفواكه، ثم يليها بعد ذلك طحن الحبوب بعد تجفيفها واستخراج الزيوت ومواد التجميل المتعددة.